يعني برحب بحضراتكم، ويمكن النهاردة احنا كنا في زيارة لمحافظة الفيوم، وكنت شرفت بصحبة معالي السادة الوزراء، وزير التنمية المحلية، وزير قطاع الأعمال، وزير الزراعة، والسيدة وزيرة الصحة. طبعا احنا كلنا في ضيافة سيادة الوزير اللواء عصام سعد محافظ الفيوم. والنهاردة الحقيقة الزيارة بدأت بتفقد مستشفى الفيوم للتأمين الصحي، اللي هو المفروض ده يبقى المستشفى، أو هو ده التخطيط بتاعنا كدولة، أنه يبقى المستشفى النموذجي اللي احنا بنختاره لمحافظة الفيوم كمرحلة أولى، مع الوحدات الصحية اللي هتبقى مرتبطة بيه، واللي إن شاء الله هنبدأ تنفيذ المنظومة الخاصة بالمستشفيات النموذجية لكل المحافظات كمرحلة أولى من برنامج التأمين الصحي الكبير اللي احنا بننفذه. ده طبعا شفنا هناك، انا يعني تعمدت ان انا ابص على كل الوحدات الرئيسيه اللي في المستشفى، وغرف الاقامه، وحدات الغسيل الكلوي، وحدات الاطفال المبتسرين، وحدات الرعايه الطارئه، وحده الطوارئ، كل الكلام ده الحقيقه يعني كنت عايز اشوف فيه واتاكد من قوه الاطباء اللي موجوده. وطبعا هناك تحدي الحقيقه بيواجه كل المستشفيات في مصر، هو نقص عدد الاطباء. واحنا النهارده يمكن بنشتغل كمجموعه في الحكومه على وضع او صياغه اليات يعني معينه علشان نشجع على تحفيز الاطباء على التواجد في المستشفيات باعداد اكبر. عندنا نظام تعاقد مع الاطباء النهارده هنتوسع فيه على مستوى كل المستشفيات على مستوى الجمهوريه، عشان فعلا نشجع على زيادة عدد الأطباء اللي هيبقوا موجودين معانا إن شاء الله في الخدمة. لأن الحقيقة بنبقى موجود عدد المستشفيات النهاردة بقت على مستوى جيد، الآلات والمعدات متواجدة، ولكن بيبقى هناك احتياج لأن احنا نوفر فعلا الطاقة البشرية لتشغيل هذه المستشفيات. واحنا النهاردة شغالين على هذا الموضوع، ويمكن هيبقى فيه برنامج طموح أكثر لزيادة عدد الأطباء في خلال المرحلة القادمة بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي على هذا الموضوع. انتقلنا يمكن بعد كده لزيارة المحلج الجديد اللي بيتعمل في الفيوم، ويعني وزارة قطاع الأعمال الحقيقة بتنفذه، وده هيبقى واحد من مجموعة من المحالج اللي إن شاء الله مخطط إن احنا في أقل من عامين هنكون نفذناها على مستوى الجمهورية. ولكن يمكن معالي الوزير تعمد إن احنا نتوقف الأول على المحلج القديم. حضراتكم أكيد شفتوه، ده يعني من القرن 19، يعني احنا عشان بس نحس بقد ايه يعني حجم التحدي في هذا الموضوع. الحمد لله الحكومه النهارده شغالين عليه لتطوير كل المحالج. حضراتكم شفتوا شكل المحلج الجديد، ان شاء الله التشغيل التجريبي ليه هيبقى في خلال 10 ايام باذن الله، وده اللي هيبقى النموذج اللي ان شاء الله مع نجاحه هيطبق على كافه المحالج، بغرض يعني احياء ودفع صناعه الغزو والنسيج في مصر مره اخرى، ويعني ان احنا نرجعها مره اخرى الى المستوى اللي كانت عليه. كان هناك فرصه ايضا تفقدنا مدينه الفيوم الجديده، شفنا محطات الصرف الصحي ووحدات الاسكان الاجتماعي. احنا عندنا النهارده في محافظه الفيوم بالكامل فوق حوالي 8000 وحده اسكان اجتماعي اتنفذوا بالفعل، ويمكن في مدينه الفيوم لوحدها مدينه الفيوم الجديده في حوالي 1750 وحدة بالفعل اتنفذوا على مدار الثلاث سنوات الماضية. ويمكن المدينة نفسها في توسع كبير النهاردة، عدد سكانها يمكن، أنا بس عايز أقول لحضراتكم لما جيت أول مرة مدينة الفيوم الجديدة من 4 سنوات كان هناك عدد للسكان، النهاردة العدد تزايد حوالي 100 ضعف. لكن ما زالت المدينة محتاجة إن شاء الله لدفعة كبيرة، وكان أحد القرارات النهاردة اللي توافقنا عليها ان يعني يتم سرعه تنفيذ الطريق الرابط ما بين الفيوم الجديده ومدينه الفيوم القائمه للاسراع بمعدلات التنميه في مدينه الفيوم الجديده. الحقيقه بعد كده يعني اتحركنا على كان في زياره مفاجاه وادراكم يعني ما كانتش محطوطه لمدرسه الفيوم الثانويه للبنات. والحقيقه يمكن انا كان هدفي من هذه الزياره ان انا ادخل يعني في ضوء يعني المشكلة التقنية اللي كانت حصلت في بداية الأسبوع في أول أيام امتحانات الأولى ثانوي بنظام التابلت، وبنظام إن إحنا نبقى الامتحان إلكتروني،
ويعني المشكلة التقنية اللي حصلت. وده يمكن عايز أقول خلينا نتكلم، احنا بنتكلم على 700,000 طالب كانوا المفروض بيعملوا الامتحان في وقت واحد. احنا يعني عملنا جهد هائل وفي زمن قياسي في توفير البنية الأساسية لكل المدارس، 2530 مدرسة على مستوى الجمهورية اتعمل لهم البنية الأساسية واتحطت لهم المعدات، ووفرنا 700,000 تابلت لأولادنا في هذه المدارس، 10,000 شاشة إلكترونية في كل الفصول، سيرفرات عشان تخدم على هذا الموضوع. كل ده كان حجم هائل من الشغل الدولة عملته. واحنا من الأول كنا قايلين ان الامتحان اللي هيتعمل يوم 24 ده امتحان مازال امتحان تجربة، ان احنا محتاجين نجرب السيستم ونشوف ان هو ازاي هيقدر ان هو يشتغل على ان هو في وقت واحد بيخدم هذا العدد الكبير من الطلبة. وخلينا اقول لحضراتكم مهما كنا واخدين كل عملنا كل الاجراءات وعملنا كل شيء، مش هنقدر ان احنا نتأكد ان هو بيعمل بصورة محكمة غير لما يحصل التطبيق الفعلي على الارض. وحضراتكم تتذكروا لما بدأنا موضوع ما كانت اجراءات كثيرة جدا في الدولة علشان نقدر ان احنا نتحرك، وارد جدا ان بتحصل في الاول بعض المشاكل الفنية والتقنية اللي بتخلينا نقدر نعرف ايه التحديات ونقدر نتعامل معها. فالحقيقة انا كنت سعيد جدا جدا لما وقفت مع بناتنا في المدرسة وقالوا لي لا احنا من ثالث يوم في الامتحانات دخلنا وعملنا الامتحان اونلاين وعملنا امتحان الانجليزي وعملنا الجغرافيا وعملنا الفرنساوي النهاردة، والامور ماشية ابتدت تمشي من غير مشاكل. حتى لما سألتهم طب انتوا شايفين ان في اي مشكلة النهاردة في التعامل وان انا اجاوب على الاسئلة في التابلت، قالوا لي لا احنا الموضوع يعني شايفينه عادي جدا واحنا يعني الموضوع متقبلينه. فاعتقد دي يعني خطوة مهمة، احنا يعني كلنا من اطار هذا يعني النموذج الجديد يعني طبيعي جدا ممكن وارد ان يحصل فيه اي تحديات. ويمكن يعني الحقيقة عدد كبير من وزراء التربية والتعليم والخبراء قالوا اللي بتعمله مصر ده غير مسبوق، انها يعني تطبق هذا الموضوع على عدد بهذا الشكل من الطلبة وتبقى قادرة انها تطبقه. فيعني انا كنت حابب ان انا اسمع بقى، يعني احنا كلنا حصل لغط على هذا الموضوع اول يوم او اتنين من التطبيق، فحبيت ان انا اسمع من بناتنا وولادنا على الارض هم شايفين الموضوع شكله ايه. من الواضح الحمد لله ان الايام اللي تلت اول يومين الامور في تحسن شديد جدا. النقطة طبعا اللي هم اثروها ان الامتحانات بالرغم انها امتحانات زي ما بنقول بنظام الكتاب المفتوح، ولكن هم شايفين ان الاسئلة مش جاية من الكتاب. فطبعا قلت لهم لان احنا لاول مرة بنغير نظام التعليم بتاعنا انه يبقى معتمد على الفهم والاستيعاب وليس الحفظ، وهو ده المهم جدا لولادنا، الفايدة الحقيقية ليهم ان نغير نظام التعليم اللي احنا للأسف دأبنا عليه لفترات طويلة. الولد بيدوبك بيحفظ كلمتين ويدخل يحطهم في الامتحان عشان يجيب درجة، ولو سألته على نفس الأسئلة دي بعد شهر او شهرين في الأجازة هيكون نسي. وبالتالي مش هو ده نظام التعليم اللي احنا اكيد بنطمح ان ولادنا يطلعوا عليه. عشان كده لما كنت بقول لهم ما يعني ما تتضايقوش ان احنا ابتدينا نطبق معاكم الامتحان او النظام الجديد للتعليم بالعكس تماما، لان انتوا الاول ما هتدخلوا الجامعة هتقدروا اللي الدولة عملته ليكم، لان التعليم في الجامعة مختلف تماما، مش معتمد على نظام الحفظ والدش انا اسف في الامتحان، لا بيبقى في بالذات في الكليات التطبيقية والعملية هو معتمد في الاساس على الفهم والاستيعاب وانك انت ازاي تغير وتحلل المواضيع وتقول رأيك في الامتحانات. فانتوا النهاردة انكم بنطبق عليكم هذا الموضوع من ثانوي، ده اعتقد هتبقى يعني فرصة جيدة جدا انه اهلكم لما بتدخلوا الجامعة وبعد كده الحياة العملية هيبقى الموضوع بيفيدكم بصورة جوهرية. احنا يمكن بعد كده كان عندنا لقاء مع السادة يعني اعضاء مجلس النواب في ديوان عام المحافظة، واتكلمنا يعني الحقيقة كلموني على مجموعة من المشاكل وتم التوافق على عدد من المشروعات ذات الاولوية اللي احنا ان شاء الله كدولة هنتحرك فيها على مستوى المحافظة وعلى مستوى الوزارات. يمكن أهم هذه المشروعات طبعا سرعة تطوير بحيرة قارون. احنا النهاردة طبعا في مشروع كبير لتوفير خدمة الصرف الصحي لقرى المحافظة اللي هي يعني كانت بتصرف صرف سلبي على المصارف ومنها كانت بتنزل على البحيرة في فترات معينة. احنا النهاردة في مشروع كبير هيبدأ تنفيذه في خلال السنوات القادمة بالتعاون مع العديد من الجهات المنحة،
هياخد وقته، ولكن في نفس الوقت هناك إجراء عاجل الحقيقة درسناه، وكانت وزارة الزراعة من خلال هيئة الثروة السمكية اشتغلت عليه، موضوع الحزام الآمن. أنا كلفت لجنة سريعة جدا تنزل اعتبارا من أول الأسبوع القادم تدرس يعني مدى نجاح هذا الحل العاجل في تحسين جودة المية. المؤشرات بتقول بالفعل هو أسهم بصورة كبيرة في تحسين جودة المية في البحيرة بصورة فعلا جيدة، ولكن يهمنا أن احنا نشوف إيه اللي نقدر نزوده على هذا الحل بحيث أن احنا نقدر نتوسع فيه ونحاول نخلصه في فترة زمنية قصيرة جدا، عشان يبقى كده عملنا حل مهم لمشكلة المياه اللي كانت بتنزل من المصارف على بحيرة قارون. الموضوع الآخر كان موضوع رصف الطرق داخل مدن المحافظة، وتوافقنا على أن المحافظة هتقدم خطة تنفيذية بالكامل يتم تمويلها من الموارد الموجودة حاليا والتمويل الذاتي، وأيضا هيبقى في دعم من وزارة التنمية المحلية عشان ننفذ هذه الخطة على مدار باقي الشهور في هذه السنة المالية والسنة المالية اللي يليها إن شاء الله. أيضا فيما يخص مستشفيات المحافظة تم التوافق على تحديد العدد المطلوب لتشغيل من الأطباء لتشغيل أهم المستشفيات اللي هتبقى موجودة اللي محتاجين النهاردة، المشروعات بتاعتها انتهت بالفعل، مشروعات خاصة بتطوير بعض المستشفيات، وحنبدأ إن شاء الله إن احنا نوفر أطباء من خلال التعاقد ببعض المزايا والحوافز المالية علشان يقدروا يبقوا متواجدين ويبقوا موجودين ويخدموا أهالي المحافظة بإذن الله في عدد من المستشفيات اللي طلبها السادة أعضاء مجلس النواب. أخيرا كان هناك بعض الطرق المحورية اللي السادة أعضاء مجلس طلبوا بسرعة تنفيذها وإنهائها، زي الطريق الربع دائري والطرق طريق إتصا، بعض الطرق اللي بتربط المراكز المحافظة وبعضها البعض، وأيضا مع الطرق الأسيوط الطريق أسيوط الغربي ومع بني سويف، وإن شاء الله دي في من خلال خطة تنفيذية هتبقى على خلال العام خلال عام 2019 إن شاء الله نكون اشتغلنا ونخلص فيها بقدر الإمكان في خلال المرحلة الجاية. أنا بشكر حضراتكم، وإن شاء الله يعني هيبقى في زيارات في الفترة الجاية لكل محافظات الجمهورية إن شاء الله.